مجلس شورى مجاهدي درنا يؤكد وصول ثوار خريبيش إلى مكان آمن، ويصف خبر وصولهم إلى درنا بالخدعة لغرض تشتيت أنظار ميليشيات الكرم. مسلحون من الكتيبة 106 التي يقودها ابن خليفة حفتر يعتقلون مسؤول سجن الكويفية ببنغازي. قوة وردة الخاصة تقبض على عنصرين من تنظيم الدولة حاولا تنفيذ هجوم في مدينة طرابلس. أهلا وسهلا بكم. أكد مجلس شورى مجاهدي درنا وصول ثوار خريبيش إلى مكان آمن، وأن إعلان دخولهم إلى مدينة درنا كان مجرد خدعة لنصرتهم ممن سماهم بالعدو. وأثنى المجلس في بيان له بعنوان أبطال خريبيش ربح البيعة وثبت الأجر، أثنى فيه على ثوار خريبيش مؤكدا أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وفق ما ذكره نص البيان. إلى ذلك قال الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري إنهم اتفقوا مع ثوار منطقة خريبيش في بنغازي على خداع ميليشيات الكرامة. وأضاف المنصوري وذلك عذرا إثر دخولهم إلى المدينة، وأضاف المنصوري في اتصال مع قناة النبأ أن الهدف من الخدعة هو تشتيت أنظار ميليشيات الكرامة وانسحاب ثوار خريبيش إلى منطقة آمنة. انحياز الشباب من منطقه خريبيش، الطلب ان نحن نقول وصل درنا وهم خرجوا من خريبيش لمكان اخر بالتحديد المنطقه الغربيه. والحمد لله رب العالمين ان ميليشيات الكرامه ميليشيات هشه، اعلامهم هش، قياداتهم هشه، صفقت تلك الخدعه، والحمد لله رب العالمين ان شبابنا في خريبيش وصلوا طيبين. قال مصدر محلي من مدينة بنغازي إن مسلحين من الكتيبة 106 التي يقودها خالد حفتر اعتقلت مسؤول سجن الكويفية صالح العبدلي العقوري. وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع قناة النبأ أن العبدلي اقتدى إلى مدينة المرج، مبينا أن أسباب الاعتقال ما زالت غير معلومة. هذا وشهد سجن الكويفية مساء أمس محاولة تمرد من السجناء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالسجن. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بدأ الاثنين زيارة غير معلنة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول ليبي لم تفصح عن اسمه أن زيارة حفتر هي الأولى من نوعها هذا العام دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. وفي شان منفصل، ألقت قوة الردع الخاصة القبض على شخصين اعترفا بأنهما ينتميان إلى تنظيم الدولة وكانا يحاولان القيام بتفجير في العاصمة طرابلس. ونشرت صفحة القوة على فيسبوك اعترافات للمعتقلين تحدث فيها عن وضعهما عبوة مفخخة بالقرب من جزيرة الحي الصناعية بعد تجهيزها للتفجير لتفشل العملية على مرتين. وأكدت القوة أنه تم تفكيك العبوة المفخخة وتعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية بالمنطقة. سيارة مجهزة لصنع عبوات في طرابلس وما حول طرابلس. جهزونا سيارة هنداي تراجيت عائلية هذه لونها أحمر، لحمونا صندوق تحت الكرسي اللي جنب السواق بحيث إنها شنو تجي العبوة اللي هي بنتقل بها من الجنوب إلى طرابلس، واتجهنا لطرابلس باش نزرعوا العبوة هذه. اتجاه الجنوب لمدينة طرابلس ذهبنا لعدة أماكن من ضمن ميدان الشهداء وسط المدينة. تصادف اليوم الذكرى الثالثة للاستهداف مقر قناة النبأ بالعاصمة طرابلس.
هذا وأقدم أنذاك مجهولون في فجر 9 يناير عام 2015 على رمي المقر بقذائف الأربيجية، مخلفا أضرارا مادية بقاعة الاستقبال واستوديوهات الأخبار والبرامج دون تسجيل خسائر بشرية. أربعة اعتداءات تعرضت لها قناة النبا خلال مسيرتها الإعلامية التي انطلقت من العاصمة طرابلس في 20 أغسطس عام 2013، فيما يلي تفاصيل هذه الاعتداءات. قال أمير المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي إن معبر راس جدير يتبع وزارة الداخلية للحكومة المقترحة وإدارة المنافذ. وأضاف جويلي في تصريح تلا الاجتماع مع الأجهزة الأمنية أمس أن مديرية أمن المعبر ستشرف على تأمين بوابة الأمن العام إلى حين وضع داخلية المقترحة لخطة عمل لها. التقرير التالي والتفاصيل. إعادة تشكيل قوة حماية المنفذ وتولي مديرية الأمن تأمينه لحين تكليف قوة من قبل داخلية المقترحة. اتفاق عقد بين قوة حماية معبر راس جدير والمنطقة العسكرية الغربية، تلتها زيارة لآمر المنطقة أسامة جويلي للمنفذ واجتماعه بالقيادات الأمنية هناك. جويلي أكد تبعية المعبر لداخلية الحكومة المقترحة وأن لا علاقة لأي جهة عسكرية به. الحقيقة موش من اختصاص الجهات العسكرية، هو يتبع إدارة المنافذ التابعة لوزارة الداخلية. باقي الأجهزة عندها مكاتب في هذا المنفذ كلهم تحت يعني أمر مدير المنفذ، ولكن بحكم الأوضاع اللي احنا فيها حاليا وما يسبب المنفذ هذا أحيانا من توترات تؤثر على الوضع الأمني العام للمنطقة، بالتأكيد احنا بنكون على تعاون وثيق وعلى اتصال مستمر مع كل الزملاء اللي التقينا بهم لتدليل الصعاب وحتى نتعاون جميعا باش يعني نقللوا من هالمشاكل الى اقصى حد ممكن. واكد جويلي قدرة القوة الموجودة بالمعبر على تأمينه شرط توفير المتطلبات اللازمة لها لتسيير العمل فيه. اتفقنا على تكليف قوة من الشرطة العسكرية ومن إدارة الأمن المركزي لحماية المنفذ، لكن بعد صراحة بعد مقابلتي للزملاء يعني القوة العمومية الموجودة عندهم ومهنيين كلهم قوة تعتبر كافية بالإمكان، حتى لنا يعني احنا توزرنا ممكن انتم طلعتوا الأخوة على مركز الشرطة. مركز الشرطة عبارة عن يعني شيء معناه يحتاج ما يمكنش ان يكون فيه عمل مركز شرطة، لكن اذا تم صيانته والافراد موجودين عندنا وفرنا لهم المتطلبات الأساسية من تموين ومن اتصالات ومن إعاشة ومن نقل ومن وقود، بالإمكان المركز هذا يعني يقوم بهذا العمل حتى وبنفسه. إلى ذلك أفاد عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي للنبأ بأن الشرطة العسكرية والأمن المركزي هما المسؤولان مؤقتا على تأمين المعبر لحين تسلمه من قوات الحرس الرئاسي. توافقات تتلو إصدار المجلس الرئاسي المقترح بيانا أعلن فيه انتهاء كافة العمليات العسكرية في منطقة أبو كماش وما حولها، معتبرا الترتيبات الأمنية المتخذة كافية لتوفير الأمن في كامل المنطقة وإعادة الحياة الطبيعية إليها.
أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة عودة أهل تاورغا أنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهل إلى مدينتهم. وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقد أمس بديوان رئاسة الوزراء التابع للحكومة المقترحة الأولويات العاجلة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام، وبحث الاجتماع آلية الاستفادة من الدعم المتوفر لدى صندوق دعم الاستقرار كأحد الموارد المتاحة لتنفيذ العودة في موعدها المحدد. في السياق ذاته، بحث مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج عودة نازحي تاورغا وسير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة والوضعين الأمني والإنساني في ليبيا. وأكد السراج في وجود آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة وعودة أهل المدينة في الأول من فبراير القادم، ومعربا عن أمله في أن يؤسس هذا الحدث لمرحلة جديدة يسودها السلم الأهلي وفق ما نقله مكتبه الإعلامي. كما ناقش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خطة العمل لحل الأزمة الليبية مع رئيس مجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصغيرات عبد الرحمن السويحلي. وبحسب صفحة البعثة على فيسبوك، التقى سلامة بعدد من أعضاء مجلس النواب الذين أبدوا قلقهم من تردي الأوضاع الاقتصادية. كما بحث المبعوث الأممي مع وزير التخطيط بالحكومة المقترحة الطاهر الجهيمي التحديات الاقتصادية وسبل حلها. قال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت إن بلاده والمجتمع الدولي يدعمون جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. وأضاف ميليت عقب لقائه برئيس المجلس عقيلة صالح أن أعضاء البرلمان أكدوا له سعيهم للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في البلاد. حكومة بريطانية ومن المجتمع الدولي بشكل عام ندعم تنفيذ الاتفاقية الصغيرات وندعم الجهود من الممثل الخاص من الأمم المتحدة سيد غسان سلامة لتعديل الاتفاقية الصغيرات. وأنا سعيد جدا إنه أنا سمعت رسالة إيجابية جدا من رؤساء الكتل ومن رئيس المجلس إنه كلهم مفتوحين لنستمر الجهود للوصول إلى تسوية جديدة لتعديل الاتفاقية الصغيرات. أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتجاوز عدد المسجلين الجدد في السجل الانتخابي 481,000 نخل. وقالت المفوضية في نشرتها اليومية أن إجمالي المسجلين قارب 1,930,000 ناخب. هذا وتواصل المفوضية حملات التوعية لحث المواطنين على التسجيل، وتشمل الحملات طلبة الجامعات والمواطنين بمدن مختلفة. إلى ملف الهجرة، حيث قالت عدد من المنظمات الإنسانية إن 64 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم السبت بعد غرق زورقهم قبالة الساحل الليبي. ونقلت وكالة رويترز عن المنظمات قولها إن حديثهم مع عدد من الناجين بين الزورق أنه كان يحمل ما يقارب 150 مهاجرا. ومن جانبها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن من بين المهاجرين العديد من الأطفال الذين يعتقدوا أنهم غرقوا في البحر. في الوقت الذي تتواصل الجهود الرامية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أنقذت القوات البحرية الليبية 272 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة أفريقية قبالة شواطئ الجارابولي. آخر الإحصائيات والجهود الدولية لمكافحة الظاهرة يرصدها هذا التقرير. الهجرة غير الشرعية يلقي بثقله على الشواطئ الليبية التي ما فتئت تلفظ عشرات الجثث بين الحين والآخر، فيما يكون الإنقاذ مصير من كان محظوظا منهم. 272 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة أنقذتهم قوات البحرية الليبية قبالة شواطئ الجارابولي، معظمهم من النساء والأطفال
فضلا عن انتشال جثتين. إلى ذلك وصلت الاثنين سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تحمل 8 جثث لمهاجرين قضوا غرقا في محاولة بائسة لعبور المتوسط نحو أوروبا. السفينة ذاتها كانت قد رست قبل ذلك بيوم في ميناء كاتانيا بصقلية، حملت على متنها 86 شخصا أنقذوا على بعد 40 ميلا بحريا شمال طرابلس. لم يوفق هؤلاء في عبور البحر أسوة ب20,000 مهاجر سابقين نجحوا في عبور المتوسط والوصول إلى أوروبا العام الماضي بحسب تقارير رسمية. تقارير أكدت أن النيجيريين تربعوا على قائمة المهاجرين عبر ليبيا، يليهم الغينيون والإيفواريون، أمر دفع وزير الخارجية النيجيرية لتوجيه رحلات جوية بهدف إجلاء 1,000 المواطنين الذين تعطلت بهم السبل في ليبيا. جمهورية بنغلاديش سلكت الضرب ذاته، إذ يواصل قنصل عام السفارة الجمهورية في ليبيا استخراج وثائق سفر مؤقتة للنزلاء بهدف تسهيل إجراءات عودتهم لبلادهم. وحدد الجهاز أيام 19، 11، و12 من الشهر الجاري لعودة مهاجري النيجر طواعية إلى بلادهم. تتواصل الجهود الرامية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا، بينما يربض 10,000 في مراكز النزوح بانتظار عودتهم إلى بلدانهم بعد مغامرة لم يكتب لها النجاح. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. حملة في ترهونة للتبرع بالملابس الشتوية ومعدات التدفئة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد رئيس الحكومة المالطية جوزيف ماسكات شروعهم في منح تأشيرات للمواطنين الليبيين بغرض العلاج. هذا وأبدى ماسكات خلال لقائه الاثنين برئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، أبدى استعداد بلاده لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمرضى الليبيين. ومن جانبه عرض محمود خطة المؤسسة للدخول في استثمارات في قطاع الخدمات الصحية والاستثمار العقاري في مالطا، وموضحا بأن هذه الخطوة ستكون موازية لمساهمتهم في استقبال مشروعات خدمية تمس المواطن داخل ليبيا. اقتحمت مجموعة مسلحة اليوم محطات كهرباء الزاوية المزدوجة وسرقت بعض أجزائها وخربت محتوياتها. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن المسلحين أشهروا السلاح وسرقوا سيارة تابعة للشركة ونقالات العاملين بغرفة مشغلي المحطة. واستنكر البيان هذا الاعتداء مناشدا الجهات الأمنية التعاون لحماية العاملين وممتلكات الشركة. وإلى مدينة غات، حيث أقيمت أمس احتفالية بافتتاح مقر مركز حماية الطاقة الكهربائية بالمدينة. وأكد المسؤولون بالمركز ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تجاه المخربين على حد وصفهم. افتتاح وتأهيل مركز حماية الطاقة الكهربائية بغات، وبجهود الخيرين في مدينة غات الحقيقة أعيد تأهيل هذا المركز وإعادة افتتاحه من جديد. خطوط نقل الطاقة ذات الضغط العالي أو الضغط المتوسط، وكذلك المحافظة على محطات التوليد ومحطات الإنتاج، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أكد رئيس المجلس المحلي الزاوية نجيب البشتي أن محطات النقد ستشرع في إيداع مبالغ مالية بالمصارف في خطوة لتوفير السيولة بالمدينة. كلام البشتي جاء خلال اجتماعه مع لجنة توفير السيولة النقدية ومديري المصارف بالمدينة، واستعرض فيه بيانات السيولة التي قدمت للمصارف خلال العام الماضي وسبل تقديم تحسين الخدمات المصرفية للزبائن. أكد شباب حركة كفى صمتا في منطقة الغريفة على ضرورة مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي والاجتماعي
ولا سيما بالحوار الجامع بين الليبيين ودورهم في تنمية المجتمع. وقال شباب الحراك خلال جلسة حوارية موسعة بجرمة يوم أمس إنهم بحثوا آلية العمل على تكوين كيان مستقل يجمع كافة شباب المنطقة بغية توحيد صوت الشباب الليبي. كانت انطلاقتها ممتازة جدا، لعل أن يكون في جسم أو كيان موحد للشباب في الجنوب من أجل إطراح طبعا آرائهم. طبعا وضعوا لنا عدة محاور، طبعا هذه المحاور احنا حنتطرق لها في الأيام القادمة بعد ما سنقوم بتنظيم ورش عمل لتوضيح الفكرة أكثر من ناحية دور الشباب وتعزيز قدراتهم. وقع شباب مشفى القلب في تاجورا اتفاقية تعاون طبي مع الفريق الطبي الأمريكي التابع لمنظمة نوفك. الاتفاق يقضي بتطوير مجال العلاج بالداخل من خلال إجراء العمليات المتطورة والمتخصصة في مجالات القسطرة العلاجية. هذا ومن المنتظر إجراء ما يقارب نحو 400 عملية جراحية في هذا المجال، إضافة إلى تدريب العناصر الطبية وطبية المساعدة الموجودة بالمستشفى. انطلقت بالمركز الصحي في محلة جان حملة تطعيم ضد الإنفلونزا. الحملة استهدفت العاملين بالرعاية الصحية والنساء والحوامل وكبار السن، وبحسب المسؤولين بالمركز فإن عدد الجرعات قليل ولا تكفي لسد المنطقة بالكامل. التطعيمات اللي وصلتنا تطعيمات ناقصة، مش بذاك الكمية الأعداد الكبيرة. نحن عندنا في القسم أنا مستقبلين 450 حالة، 450 تطعيم جاينا بسيط يعني على المنطقة بروحها، الحي اللي نحن فيه بروحها ما يسداش. لكن في حملتنا هذه إن شاء الله التطعيم بنعطوه للناس المستهدفة العاملين بقطاع الصحة، نبدو فيهم هم الأولين. وأنا الحمد لله بنفسي أنا طعمت اليوم، واليوم بدينا في التطعيمات، اليوم السبت هو الموافقة 6/1 بدينا في التطعيمات. أكد عميد بلدية وادي البوانيس محمد الهادي على ضرورة تكاثف جهود الجميع لاستنفاء الرحلات من مطار تمنهمت في أقرب وقت ممكن ورفع المعاناة وتعب السفر برا عن أهالي الجنوب. جاء ذلك عقب اجتماع لأعضاء البلدية مع إدارة المطار وعدد من الجهات الأمنية بالمنطقة، حيث تم مناقشة مراحل التجهيز والاستعداد لبدء العمل بالمطار واستئناف الرحلات، كما تم التطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه مراحل العمل وكيفية إيجاد الحلول الجذرية لها. أقيمت في منطقة الحوامد حملة توعوية حول السلامة المرورية. الحملة تخللتها محاضرة حول الإشارات المرورية وكيفية عبور الطريق، حيث استهدفت تلاميذ المرحلة الابتدائية. بداية احنا كقسم العلاقات العامة في مديرية الأمن لود، رأينا ان احنا من واجبنا نعطي محاضرات توعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، هذا هم الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. فطبعا المدة الماضية غطينا من مدينة تنوت بالكامل، وأمس كنا في منطقة الكويت، واليوم في منطقة الحوامد، وبكره ان شاء الله في بلاد محمود، وبعد غدوة ان شاء الله حتى هي وازن، يعني المنتخب الكامل حنغطاه باذن الله. ومساحة المسجد العتيق وسط الرهون اطلق القائمون على جمعية اليسر للاعمال الخيرية في المدينة حملة لدعوة الاهالي للتبرع بالملابس الشتوية ومعدات للتدفئة لتجميعها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمنطقة. عتيق وسط مدينة ترهون أطلق القائمون على جمعية اليسر للأعمال الخيرية بترهون حملة لدعوة الأهالي للتبرع بالملابس الشتوية ومعدات التدفئة لتجميعها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمنطقة. وجرى خلال الحملة توزيع عدة مطويات وملصقات ومنشورات تدعو كل مقتدر للتبرع والمساهمة في هذه الحملة الخيرية. من داخل منطقة ترهون قامت جمعية اليسر للأعمال الخيرية بحملة اسمها حملة تبرع بما ليس لك
للأسر المحتاجة في مدينة ترهونة، وهي محتاجة في داخل فصل الشتاء من دفايات، من ملابس يحتاجوها هؤلاء الناس لعدم القدرة على الشراء. تحت شعار تبرع بما لا تحتاج انطلقت هذه الحملة، وأجاب خلالها منتسبو جمعية اليسر للأعمال الخيرية معظم شوارع مدينة ترهونة والتقاطعات وبعض المراكز التجارية في محاولة لجمع أكبر عدد من المتبرعين. ووضعت الجمعية معايير للتبرع بالملابس، وذلك بأن تكون صالحة ومناسبة للاستعمال بالإضافة إلى غسلها وكيها لكي تقدم في أجمل حلة. في لوحة من مجموعة من الأشخاص داخل مدينة ترهونة قاموا بجلب ملابس، قاموا بتنظيفها، قاموا بكيها، وتم تسليمها للجمعية، ونحن قمنا بتسليمها لهؤلاء الناس المحتاجين داخل منطقة ترهونة. هذه الحملة تأتي في بادرة طيبة للمساهمة في مد يد العون للمحتاجين الذين عجزوا عن اقتناء ما يقيهم برد الشتاء القارس، وسط هذه الظروف الاقتصادية التي ربما يعجز الكثيرين عن توفير ما يقيهم شدة البرد الذي تشهده المنطقة. كما مشاهدينا الكرام على الاهتمام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني النبأ.tv وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.